اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو مسلم، تاريخ كبير وتاريخ حافل مع كره القدم المصريه وايضا الاوروبيه. والله اسلام، زي ما انت بتقول انت وحشني طبعا، وبسلم عليك كل جماهير النادي الاهلي طبعا. بقى لي فتره بمنصب يعني في الشغل وكده مع كابتن ربيع ياسين، كانت الفتره فاتت بتروجيت. هنتكلم عن النقطه دي. فبقى لي فتره ما بظهرش طبعا، اول لما انت قلت لي انت طبعا اخ عزيز لينا طبعا، وشرف لي الموجود النهارده مع النادي الاهلي. اكيد يا اسلام، زي ما انت قلت النادي الاهلي او المحطات كلها في حياتك كلها تبقى صعبه جدا، من الخبرات والحاجات كلها اللي بتتاقلم لما تطلع في منظومه النادي الاهلي وانت صغير عندك 8 سنوات، وتشوف الحلم بتاعك عامل ازاي، وتطلع بره تاني في سن 12 سنه وتقدر تكمل الحلم بتاعك، في لعيبه بتقدر تمارسه وفي لعيبه بتقدر ترجع تاني. مظبوط. لما تروح مزارع دينا وانت عندك 17 سنه وتقدر تكمل وتلعب منتخب الشباب وانت من طريق مزارع دينا، وترجع النادي الاهلي في الحلم اللي انت كنت عايزه، كانت يعني حدث كبير جدا بالنسبه لي ليا، وبالذات كان السن ده او الفتره دي الاهم في حياتي، اللي انا رجعت النادي الاهلي وانا كان الزمايل بتاعتي، كانت عارف الفتره دي ساعتها اسلام كان في كاس العالم بتاع الدكتور محمد علي، كان مواليد 80. فمواليد 80 الله يرحمه طبعا، مواليد 80، فكان النادي الاهلي كان السن دوت اتلغى، فاحنا رحنا نادي النيل وبعد كده رحت مزارع دينا. فلما رجعت كان في زمايل اللي كانوا موجودين، انا مضيت فريق اول عاد فريق اول، وناس تانية كانت لسه موجوده زي ما هي. أيوه. فانت خلي بالك المحطات دي كلها في حياتك بتوريك اللي انت ممكن تبقى زعلان جدا وانت ماشي، بس الله. لما انت مصمم وترجع تاني في حياتك ربنا كاتب لك الاحسن. وبالذات بقى كمان يعني كان الفتره دي كانت معايا، كنت بلعب في مزارع دينا كابتن احمد رفعت طبعا الله يرحمه. كان هو كان بيحبني جدا واداني الفرصه وانا عندي 17 سنه ان العب، ولعبت منتخب شباب، لعبت كل حاجه. فكان عايز ميوله، كان عايز يودينا نادي الزمالك، يعني هو كان عايز يودينا نادي الزمالك واتكلم معاه كتير. طبعا كابتن احمد رفعت نادي الزمالك عايز اتكلم معاه كتير، فقلت له انا اصلا يعني انا اهلي اهلاويه واخويا قبل اي حاجه، وانا كنت بلعب في النادي الاهلي. فلما جالي طبعا الله يرحمه طبعا كابتن صفوت عبد الحليم، هو اللي كنا بنلعب كاس الامم الافريقيه في الاسيوبيا، ما قال لي طبعا النادي الاهلي، قلت له ده انا من غير اي حاجه، ده انا يلا جري من غير اي حاجه. أيوه. طبعا أيوه. فشرف الواحد بيتمنى طبعا الموجود في النادي الاهلي وانتمائه للنادي الاهلي طبعا.